مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في كلام صريح. حلقتنا اليوم عن الغارمات، صناديق الإقراض وفخ الديون. من وين المشكلة بتبدأ؟ وكيف بتم إعطائهم قرض بسهولة؟ وكيف بتم متابعتهم في إدارة المال؟ وإذا اتعثروا وما قدروا يسدوا، هل ببساطة بتوقفوا وبيروحوا مراكز الإصلاح والتأهيل؟ فمين المسؤول؟ سؤالنا على الفيسبوك على صفحة القناة: شو رأيكم بقروض الجهات التمويلية للنساء لدعم المشاريع الصغيرة في عمان والمحافظات؟ للمزيد بنرحب بضيوفنا الدكتور صخر الخصاونة، محامي وخبير في حقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفتنا اليوم. أهلا بيك. ومنرحب بالاستشاري المالي والإداري الأستاذ محمد كيالي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. ومنرحب بالدكتور عبد السميرات، مدير صندوق الزكاة من وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نشوف مع مشاهدينا تقرير حصري وخاص لقناة الأردن اليوم في كلام صريح مع سيدات وقعنا في فخ الجهات التمويلية وفخ الإقراض، ونبدأ الحوار. تمكين أم كمين تقع به المرأة من الجهات التمويلية بتسهيلات جاذبة للحصول على قرض تحت بند المشاريع الصغيرة دون توعية أو تدريب، وبإخفاء المطالبة بالغرامات في حال تأخر أو تعثر في السداد. تفاجأ به صاحبة القرض بالمطالبة بخطاب التهديد دون طرح حل أو جدولة لأقساط تراكمت، ولم تجد منهم يد ساعدت أو دربت في إدارة المال بفوائد متراكمة. كانت قيمة هذا القرض حوالي 800 دينار، كانت المرة الأولى اللي باخذ فيها هذا القرض، كانت الشروط كثير صعبة وطلبوا كفلاء، وكان هذا الكفيل برضه لازم يكون عنده شروط خاصة. نسبة الفائدة على القرض كثير عالية، فلما بتاخذي القرض ب 800 مثلا أو ب 700 دينار بتسدديه حوالي 1100. قيمة الأقساط الشهرية كانوا يقولوا لنا إنها معقولة، بس فعليا أنت عندك التزام ثابت كل شهر على مدار 14 شهر، بس بعدين بيبدأ التهديد والتخويف والوعيد، وفعلا كانوا يقولوا إنه رح يحكي معك فلان من المغفر، هي مغفر المنطقة الفلانية رح يتواصل معك. طريقة الكلام كثير سيئة، فيها إساءة، فيها تهديد. طب ما بتراعي يعني إنه باخذ القرض هذه ست، وفي ناس كثير كان يرفض ياخذ منك الفلوس خلال وقت الدوام الرسمي، تقول لك الصندوق سكر روحي ادفعي بالبنك، فتضطري تدفعي ثاني يوم عشان تنزل عليك غرامة. في بعض الشركات عم تعطي على الهوية إنه بتروحي أنت وأختك، المهم تكونوا صبيتين، وحكيت أنا مع هي الشركة وتأكدت من هي المعلومة، إنه تكونوا صبيتين أو صحبات تروحوا على هويتك وأنت واقفة يومين تاخذي قرض 1000 دينار. اللي أنا عشته كتجاربي أنا، ولا مؤسسة رضيت تجدول، وإذا بدهم يجدولوا لك ما بيجدولوا لك إلا بشكل قانوني 100%. كيف؟ إنه يكون مسؤول الشؤون القانونية موجود، وبتنعمل تسوية خارج المحكمة. هلا أي تسوية بتتم خارج إطار المحكمة هذا الإشي مش مزبوط. كنت أسأل بالمراحل اللاحقة، بس بالبداية كان عندي جهل، وهذا برضه في دور يعني على بعض المؤسسات الثانية اللي ما بتكون واضحة في شروطها. أنا كنت زوجة، وكان الضغط الاجتماعي إنه زوجي كان عنده محل صغير وبده إنه آخذ القرض معه أكفله أو آخذ القرض على اسمي. بصراحة أنا كنت رافضة، لأني كنت واصل لمرحلة إني عديت 4-5 مراحل مع شركات خاصة، وعرفت شو الآلية اللي رح تترتب علي قانونياً إنه أنا في حال ما صدقت. في هذيك الفترة كان بيني وبينه مشاكل، واضطريت غصب عني وصلت على هاي المؤسسة، وكان واضح علي إنه أنا متخوفة ومرتبكة وما بدي أكفل. فأنا تجربتي مريرة جداً في هذا المجال، مش رح أكررها ومش رح أعيدها. من المسؤول؟ ومن يتحمل تبعات استدراج النساء لتحمل قروض لم يكن في الحسبان أنه فخ، لم يمكن ولم يدرب ولم يقدم التوعية الكافية؟ فعن أي تمكين للنساء نتحدث؟ اضطريت فيها اني الجا لاني اخذ قرض صغير، يعني اللي هو عباره عن 1000 دينار كنت محتاجيتهم. يعني رحت على صندوق المراه، دلوني ناس. الصبيه اللي قابلتني كان حكيها لي انه بليز اذا بدي اعمل لك القرض هذا احكي انه انا اجيت زرتك في بيتك، وانه هاي الاجراءات يعني بس عشان الاداره انها توافق لك عليه ويكون بشكل اسرع للموضوع. فأنا وافقت كوني أنا يعني محتاجة ومضطرة لهذا المبلغ. رحت عليهم بجوز بعد يومين لما اتصلوا علي إنه تعالي هي التشيك تبعك جاهز. وطبعاً أنا كنت جايبت لهم أوراقي أنا وكفيلة لإلي، كانت كفيلتني يعني صديقة لإلي. جبت لهم الأوراق ودغري وقعنا على العقود. يعني كانت الإجراءات جدا سريعة. بعد فترة طبعا أنا التزمت بأول فترات القرض، بعدين صار عندي تعثر مالي، وبعد ما أتأخر من القسط يصيروا يتصلوا علي بطريقة مش محترمة، يحكوا بتهديدات، احنا بدنا نسجنك، انت خلص رح تتحولي على التنفيذ القضائي، رح يصير في مشكله عليكي وانت مره، واحنا بدناش نسجنك من هالحكي. توصلت مع ناس من الاداره الرئيسيه، توسطوا لي عند الاداره للفرع اللي انا كنت ماخذه منه هذا القرض، توسطوا لي على اساس انهم يرجعوا يعملوا لي جدوله للقرض وأدفع جزء منه بوقت الجدولة. اتفاجأت لما بدي أجي أدفع المبلغ إنه صار علي، مثلاً كان علي 300 دينار قيمة المصاري، صاروا 420 دينار. فأنا قلت لهم إنه أنا ما بعرف عن هاي الغرامات، إنه ليش صار علي 400 أنا لازم أدفع 300. فصار حكوا لي إنه عليكي أنت نص دينار بتدفعيه بشكل يومي عند كل يوم تأخير، وما كانوا مبلغيني بهذا الحكي، لا أنا ما كنت أعرف، وبلغتهم إني أنا ما كنت أعرف يعني. ونبدأ مع الدكتور صخر. دكتور صخر، وأنت محامي يعني في الخبرة في المحاكم، وشفنا التقرير والحالات سمعناهم، ومنهم حالة مركبة يعني كانت مقترضة وكمان كفيلة لزوجها السابق. رأيك القانوني؟ رأيي القانوني في الحالة ولا بشكل عام؟ رأيي القانوني بشكل عام بالتقرير. رأيي القانوني القرض يعني القرض هو عقد، وبالتالي عدم السداد فيه، فبالتالي يجب القيام بالمسؤولية المدنية، وبالتالي يمكن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حيث المطالبة بقيمة هذه الفلوس. واثنين، الكفيل هو ملزم بالتضامن والتكافل مع المدين في دفع الالتزامات المترتبة عليه. من ناحية بسيطة جدا عندي، بس انه احنا ليست الفكرة انه احنا عم احتيال او خداع او بكر او جلب، او زي ما حكى تقريركم فيما يتعلق في النساء. هذه الصناديق موجودة، مؤسسات تمويل موجودة مرخصة، لكن هنالك بعض الملاحظات الواردة فيما يتعلق في عملية. شو الملاحظات؟ الملاحظات الواردة في اعطاء اولا، هل يعني بدي احكي النقاط القانونيه واترك النقاط الفنيه. من ناحيه قانونيه دكتور صخر، هل السيدات واعيات ومدركات الى شروط العقد؟ بمعنى يعني بالتقرير ورد انه بتقول انه انا ما بعرف انه في علي غرامات تاخير، ولا بعرف انه عندي فوائد. فبالتالي هل هنالك شروط واضحه محدده؟ هل بيعرفوا انه هذه القروض هي قروض بترتب عليها فائد وبترتب عليها غرامات، وبالتالي بتزيد من الأعباء المالية عليهم. اثنين، هل بيعرف الكفيل مسؤوليته القانونية بأنه هو مسؤول بالتضامن والتكافل، بمعنى أنه بحق للمدين اللي هو المؤسسة المالية أن تعود على الكفيل. لكن هون الحالة دكتور صخر أجبرت على أنها تكون كفيلة لزوجها السابق. ما في يعني إحنا ما يعني في ضغوط عائلية يعني معينة كانت، يعني ما في شيء اسمه إجبار بالعقود. هذه عقود يعني الشخص البالغ راشد عاقل عمره 18 سنة الكامل أهليته، اللي بيروح بوقع أمام الجهة عن الكفالة أو بوقع على القرض هو مسؤول. الآن الإجبار والإكراه اللي هي واردة في القانون المدني، هذيك لها حالات ثانية فيما يتعلق بالزوج والزوجة. في الزوج والزوجة الذمة المالية في القانون الأردني ذمة مستقلة، بمعنى مال الرجل ماله ومالها مستقل. فبالتالي ما بصيرش في عندي أنا في حالة الكفالة هي ضمت مالها كفيل للرجل. يعني المفروض كان يكون عندنا وعي وما في إجبار. في حالة الطلاق، هي بقت كفيل شخصية يعني باعتبار أنه هي مالها مستقل. فهذه الأشياء كلياتها ببساطة جدا لو كان في استشارة قانونية من قبل محامي كان ممكن يخفف من وطئة هاي السيدات اللي عم تقع ضحايا، مش ضحايا، نتيجة جهل في القوانين. ليست ضحية، هي ذهبت بمحض إرادتها. طيب أستاذ محمد، أنت عندك خبرة طويلة 17 سنة في الأمور الإدارية والمالية والمشاريع ودراسة الجدوى، وحتى على مستوى مشاريع مختلفة بكل أنواعها ومجالاتها. في عندنا نقص في التوعية، نقص في المعرفة في الأمور القانونية. برأيك ليش هيك صار معهم؟ أنا خليني أحكي على الحالتين. في الحالتين لمست شغلة، إذا لاحظتوا التنتين تم تمويلهم بدون ما يكونوا عارفين غاية التمويل. هاي من أحد الأسباب الرئيسية لفشل التمويل. إحنا دائما بنلوم الممول اللي هو بأخذ التمويل، بس بحياتنا ما جينا حكينا طب ليه ما نلوم اللي موله وموله بطريقة خاطئة؟ أول شغلة لاحظناها أنه الاثنين تم تمويلهم بدون معرفة غاية التمويل، يعني غاية أنا بدي قرض، بدي مبلغ، ما سألوا ليش. الحالة الأولى إذا لاحظتوا أنها هي أخذت المبلغ عشان تمول جوزها. الحالة الثانية ما حكت كمان ليش، أنا كنت محتاجة 1000 كممول، أنا لازم أجي أسأل طب ليه بدك ال1000 أو ليه بدك المبلغ هذا، حتى أعرف هل أنت حيتم استثماره بالطريقة السليمة؟ يعني طبعا احنا عم نحكي عن 1000، شو استثمار ال1000 هلا بالوقت؟ في 200 وفي يعني مبالغ، عفوا 200 دينار بيعملوا مشروع، 200 دينار معروفه انك انت اذا بدك تعطي حدا 200 دينار عشان يروح يصرفهم خلال هالاسبوع اسبوعين، يسد كم قسط عليه وكم شغله معينه، فمعناته انت حطيت زدت من دينه زياده، يعني انت داينته وزدت دينه زياده، انا اللي غلطان. كوني انا اعطيته انا اللي غلطان. الشغله الثانيه اذا بتلاحظوا فيها انه موضوع الفوائد، نص دينار باليوم، طبعا انا سمعت التقرير بس هذا مش معناته اني انا اخذ خلص بالتقرير اللي حكته هي 100%، بس خلينا نحكي لو اخذنا اللي حكته هي 100% شهادات حيه من خلال تجربتهم مع الجهات التمويليه. شوفي انا بعرف انه المايكرو فاينانس فوائده عاليه، ليش فوائده عاليه؟ لانه الاوبريشن تبعه عمليه متابعه القروض و تكاليفها غاليه، بس انها توصل 24% شوي انت وصلت مرحله هون، مش يعني انت بدك تساعد الناس ولا بدك تخليهم يشتغلوا لإلك وفي النهايه تخليهم كلياتهم مديونين لإلك. في نقطه اخيره، احنا اشتغلنا مع عده جهات، منها بعض الجهات اللي اشتغلنا معها جهات فعلا حسيناها لما بتمنح بطريقه مناسبه منح. احنا لو حكينا قرض هلا في فرق بين القرض والمنحه، بس احنا نحكي قرض. قبل ما تعطيك القرض أنا ما بدي أتعمق، لأنه المايكرو فاينانس معروف إنه إنك ما بصير تتعمق كثير في المشروع، لأنك الجماعة اللي بيجوا بياخذوا هالقروض هالصغيرة مش هالجماعة اللي داخلين في مشاريع كبيرة إنك تقدر تحكي معهم، بس بكل بساطة بإمكانك تعلمه. يعني اللي أجا سألك بدي أنا مثلا 1000، ليش بدك ال1000؟ بدي والله ماكينة خياطة اللي بدك إياها، هل لها قطع غيار؟ أنا كممول لازم أكون مستشار استشاري مالي، كوني أنا بدي أمول لازم أكون أنا حامل في مسؤولية اني انا لازم اتحمل مسؤولية. ال1000 هاي مش الي، للمعلومة، ال1000 هاي انا بمثل فيها شركة بدها تستثمرها، فلازم على فكرة فلازم انا استثمرها بطريقة سليمة. بالضبط. بتيجي بنوصل ففي البداية لازم يكون في متابعة سليمة، انه لمين. اذا لاحظتوا الثانية الموظفة حكت لها انه ما تحكي اني احكي اني انا زرتك، هذا معناته بدي اسكر بادجت، فبدي بدي اعطي الجميع وانا اخر الشهر اقرضت الجميع. هل الهدف بس انه تحصيل الفوائد والغرامات الغير معلن عنها؟ جماعه هي واضحه انه جمعيه غير ربحيه، بس اللي عم بيصير ربحي كثير، يعني واضح انه الفائده عاليه بصراحه اكثر. انت بكلام يعني صريح أكتر. انا بحكي انا مصرفي، المصرفي انا بحكي لك احنا كمصرفيين ناخذ مثلا فوائد من 8 7 10، بس هذا بناخذه احنا جهه. احنا لما كنت انا مش مصرفي هلا، بس تطلعش فيها تطلع فيها. لما كنت مصرفي احنا جهه مصرفيه هادفه للربح، لكن اقول اني انا مش هادفه للربح واحط هالفوائد العاليه هاي جدا، معناته في شيء غلط. بعدين تيجي بتحكي لي ممكن انه الاوبريشن تبعنا عالي، الاوبريشن تبعك عالي لانك انت مش عم بتسوي اوبريشن سليم. لو بتسوي اوبريشن سليم واعطيت مثلا، لما بدك تعطي قرض تسال للقرض لايش بالضبط، او تدرب كيف بامكانك تستغل القرض هذا بطريقه، المتابعه السليمه. هي احد الشغلات البسيطه. ما في متابعه او ما في موضوع الدراسه، حتى على دراسه الحاله، ليش احنا اعطينا القرض وليش اعطينا المال، فبالتالي بتتبلوا بفوائد بارقام عليا. طيب نشوف دكتور عبد، يعني وحضرتك مدير صندوق الزكاه، واخر فتره سمعنا عبر وسائل الاعلام انه كان في 500,000 مرصودين لمعالجه الحالات الغارمات وسد العجز المالي اللي هم عم بيعانوا منه، كيف اشتغلتوا كوزاره على هذا الموضوع؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هاي الحالات هي حالات إنسانية، وإحنا بوزارة الأوقاف لنا دور اجتماعي، دور إنساني، عدا عن الدور الثقافي والدور الفكري، في عندنا دور إنساني ودور اجتماعي. صندوق الزكاة معني بالحالات الإنسانية، ومنها مصارف الزكاة ال8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. نقف عند كلمة الغارمين اللي هن الغارمات. الآن المدين، بغض النظر أنا لا أتكلم عن جهات إقراضية أو إلى آخره، أنا أتكلم بجو عام بشكل عام، مع حالة إنسانية، حالة معسرة ألجأتها الظروف. وأنا أقول يعني هاي رسالة، أنه لا نجعل المرأة مطية للدين، المرأة يعني وضعها حساس في المجتمع. الأصل أن تنأى بنفسها، أن نبعدها عن قضية الدين وقضية الطلب القضائي وإلى آخره من الأمور. صارت في مشكلة وظاهرة في المجتمع، يعني إحنا كصندوق زكاة درسناها من جميع جوانبها، في لها آثارها النفسية، آثارها الاقتصادية، آثارها الاجتماعية. المرأة عندما تطلب لدى دوائر التنفيذ القضائي تطلب للسجون وتسجن، قديش في خسائر، قديش في آثار نفسية، قديش في آثار اجتماعية، في تبعات على المجتمع بأسره، يعني حالات الطلاق، حالات الشقاق، حالات النزاع اللي عمالها تحدث في المجتمع نتيجة، يعني هاي سبب من الأسباب. فإحنا بوزارة الأوقاف برضو كمان معنيين بدراسة مثل هاي المشاكل. يعني قضية الغارمين ما كانت مفعلة بصندوق الزكاة، لكن هي مصرف من مصارف الزكاة الثماني، هي من ناحية شرعية. اجتمعنا مجلس الإدارة بعد ما شفنا أنه هاي عمالها بتتفاقم الظاهرة، وشفنا حالات إنسانية، يعني السجينة مبلغ 170 دينار، سجينة فرة من العقبة لمناطق في الشمال ل7 شهور و8 شهور، هجرت بيتها وهجرت أسرتها كاملة فرارا مجرد مبلغ مالي بسيط. احنا الان معنيين برضو كمان يعني بشغل الزكاة، انه نخصص مبلغ لهالحالة هاي ولهالدائرة هاي حتى نعالج ما امكن منها ونعالج الحالات الانسانية فيها. فاجتمع مجلس الادارة ودرس الظاهرة ودرس المشكلة من جميع جوانبها، واستنادا الى المصرف اللي هو من مصارف الزكاة الغارمين للرجال والنساء، لكن احنا برضو كمان في اولويات، الاولوية اللي هي المرأة الأكثر تضرراً. إحنا بعنينا المرأة اللي بتبعد عن أطفالها، المرأة اللي بتبعد عن بيتها، إذا كانت أم برضو كمان كمرأة أمام المجتمع، يعني عندما تطلب للسجن إلى آخره. فإحنا خصصنا هالمبلغ هذا. الآن في أسس، يعني مش فاتحين الباب على مصراعيه، لأنه بالنهاية هذا مال زكاة. هاي الأسس استبعدنا الحالات المتكررة، يعني في نساء سوابق متكررة عليها حالة وحالتين وثلاث حالات وأربع حالات وخمس حالات، يعني جزء بتتفاجئوا أنه في حالة من الحالات عليها 112,000 دينار، قضايا متعددة. أنا مش معني كصندوق زكاة بهاي الحالة. إذا مين عم تختاروا؟ هل في عملية اختيار؟ نعم. أو انتقاء مين بدكم تساعدوا؟ نعم، يعني أنا معني بالحالات، يعني مبالغها بسيطة. أخذنا في الدفعة الأولى 1500 فما دون، في حالات كانت 200 دينار، 500 دينار، 400 دينار، 300 دينار، 600، 700، فعالجناها. وقديش كان في أريحية، يعني في بعض الأسر راجعتنا على المكاتب هم بأطفالهم وأزواجهم وإلى آخره، بشكروا إلى آخره، وخصوصا أنها كانت على قبيل شهر رمضان، يعني احنا شهر رمضان الناس بتلتئم. نعم. هالأسر لما تكون هالمرأة خارج البيت، أكيد. أو حتى مطاردة بتكون، يعني حتى نفسيا ملاحقة. داخل البيت ما في راحة نفسية وراحة. مثل السيدة اللي صارت قضيتها أو قضية رأي عام في إربد مع بنتها 9 سنين بالليل، والمركز الأمني مسكوها ودوها على المركز الأمني، يعني وكان في لها عملية محاسبة، وبعدين تم الإفراج عنها بعد ما كفلوها وطلعوها. يعني دكتور صخر، يعني بدي أسألك عن شغلة كتير مهمة. الاتصال جاهز، بس ناخذ الاتصال، نداء من إربد. طيب دكتور صخر، بس ناخذ الاتصال من إربد. مين معنا؟ نداء معانا. نداء سامعتيني؟ نداء من إربد سامعتيني؟ طب نتأكد من الاتصال. أوكي دكتور صخر، يعني اسمعنا من ناحية مالية وإدارية ومن ناحية كمان دور وزارة الأوقاف. هل يعقل مؤسسة بتقدم التمويل وبتقدم القروض، وإذا عرفنا أنه مواردها المالية أصلا قروض، وبتقدم القروض للنساء من غير متابعة ومن غير دراسات، شو رأيك؟ ما بيكونوا ضحية؟ ما بيتم استغلالهم أو إنه يعني استدراجهم كفخ؟ أنا ما زلت متحفظ على كلمة ضحية، يعني ما في حدا ضحية إنه بروح بأخذ قرض من بنك ولا قرض من مؤسسة تمويلية ولا من صندوق ولا من مؤسسة، بذهب حدا مجبر أو راغمه إنه يذهب يأخذ، هو ذهب بمحض إرادته. اثنين، النقطة الأهمية في المكان، إنه بدنا نشكر إحنا وزارة الأوقاف تحديداً صندوق الزكاة انه هذه القصه هي قصه قديمه جديده، بس لم يتم اثارتها لا في الراي العام، ولم يتم اثارتها في المحاكم، ولم يتم اثارتها على المستوى الا بعد ما سمعنا بانه وزاره الاوقاف بعد خلال صندوق الزكاه في 500,000 دينار مخصصات للغارمين للغارمات. فكان فعليا لاول مره على المجتمع الاردني بهذا المصطلح وهذا الطريقه، فبالتالي هذا الجهد يمكن في وزاره الاوقاف وصندوق الزكاه انهم اعطونا انه احنا نبلش الان نفكر اعلاميا وقانونيا ودينيا بكل الاجراءات انه عن فوائد هذه الصناديق، عن هذه المؤسسات، كيف عملها، كيفيه منح الشروط، ما هي المخاطر اللي بيعطوها، مسؤوليه مين يعطي المعلومه. يعني الحالات اللي احنا قابلناهم، على فكره احنا قابلنا 30 حاله خلال الاسبوع الماضي. انت بتحكي عن 30 حاله، لكن في منهم عدد كبير لم يعني في منهم اميات يعني طبعا. بس بصموا لكن لم يتم قراءه العقد لهم، مكون من 6-7 صفحات. طب خلينا نكمل الشغله ستي، بس شغله كثير مهمه. واثنين الصناديق، مو انا احنا لا نتحدث عن صندوق معين، انا بحكي عن الجهات التمويليه، عن الجهات التمويليه اللي موجوده عدا نطاق البنوك اللي هي خاضعه احكام البنك المركزي. كويس، وخاصة اللي بتشتغل على تمويل وتمكين المرأة سواء كانت عامة أو خاصة أو جمعيات ربحية. أولا في قصص نجاح كثيرة لهذه الصناديق، وفي كثير من النساء اللي استطاعت أن تحقق برامج اقتصادية وأنها قامت بمشاريع زراعية ومشاريع خياطة ونجحت. لكن سهولة إعطاء القروض بدون يعني خلينا نقول بدون ضمانات كافية، بس انه انا بدي اعطي قرض، ادت الى وقوع عديد من النساء اللي فكروا ان هذا الموضوع عباره عن منحه باخذه بديش اسده. طيب دكتور صخر، معنا هلا والمتحدثين معنا تليفون مع نداء من اربد. يسعد مساك يا نداء، كيفك؟ يسعد مساك، هلا حبيبتي، هلا يما، هلا. نداء، اذا ممكن تحكي لنا عن تجربتك مع صناديق الاقتراض. اقراض المرأة، شو صار معك؟ شو تجربتك؟ اللي صار معي انا اخذت قرض وبدي افتح مشروع انه ملابس. حلو؟ والمشروع انه ما نجح معي وظليت لي منتظم، بس في امور اني انا قصرت. بس اذا ممكن نداء نوطي صوت التلفزيون عشان نقدر نسمعك كويس. وصار معي انه حكى معي المحامي وبدي اقدم الاوراق للمحكمه وبدي اشتكي وما يشتكي، وكان في غرامات، على كل تاخير في غرامات. طيب نداء، العقد كانوا لما قعدوا معاكي وقبل ما توقع العقد قعدوا معاكي وحكوا لك ايش موجود بالعقد، ايش حيصير معاكي اذا تاخرتي؟ ما بعرفش، كان في حكوا لك حيكون في غرامات اذا تاخرتي. تفضلي احكي لنا. حكوا في غرامات، حكوا لنا في غرامات، بس انه ما قالوا لنا قانونيا ومحاكم وشرطه وما يعني بيطلبونا طريق الشرطه، ما حكوا. لا يعني ما حكوا لك اذا تاخرتي ممكن يروح ملفك للقضاء؟ لا ما حكوا لنا، لو حكوا لنا من الاساس احنا ما بنعمل الثلاثي. طيب لما انت تواصلتي معهم وحكوكي، هل حكوكي بطريقه دبلوماسيه تعالي يا نداء نجدول الاقساط نشوف حل، نقسطهم بطريقه مختلفه، ولا مباشره بدهم يودوكي للقضاء؟ لا، حكى محامي معي وبحكي لي انه انت ما دفعتي، معك شموه الاسبوع ما دفعتي، بقدم اوراق للشرطه. قد ايه المبلغ اللي اخذتيه؟ 500. طيب دكتور صخر، المحامي بدي اسالك سؤال اذا ممكن. لا يعني سؤال مش قانوني، بس ال 500 دينار شو بيعملوا كمشروع تجاري في الالبسه؟ تجاري مو تجاري، انا ما قلت تجاري، قلت انا بدي افتح بيت، بالبيت عندي ملابس، اشتري ملابس وابيع بالبيت عندي. نداء شكرا لك، شكرا لاتصالك، شكرا. هلا حبيبتي، هلا. تفضل استاذ محمد، شو رايك؟ طبعا ال 500 مش حيفتحوا، يعني ايش المصلحه اللي بدها تفتح بال 500؟ هي واحد. الشغله الثانيه هي لما انا بدي احكي اللي قلنا واللي علينا، معلش لما هي ما سدت ايش متوقعه؟ يحكوا معها كويس؟ يعني في عليها قرض. في البدايه لما اخذت ال 500 ما تابعوها، ما شافوها، في النهايه اكيد اخذت بضاعه، اكيد هي حكت كلمه واضحه، قالت لك انا قصرت في البزنس، او ما عرفتش، يمكن مع الاغلب اللي بواجهه التسويق. دفعت قصرت في الدفع. انا فكرت انها حكت قصرت، عكس اغلب المشاكل اللي بتيجي بالبزنس الصغير مثل هذا، اللي هم بيعرفوش يسوقوا مصلحتهم، او بيعرفوش بالبدايه يشتروا الرو ماتيريال اللي هي البضاعه المناسبه. يعني الجهه اللي مولت استاذ محمد هذا واجب. انا واجب مين؟ معلش هلا هون بدي احكي. هلا اذا انا شركه اسمي شركة تمويلية تجارية. استني وصلنا. إذا أنا اسمي شركة تمويلية هادفة للربح، معناته إذا بمول ب 100% ب 50% فائدة، ومين ما بدي أمول ما إلك دخل، لأنه أنا حاكي لك أنا تجاري وأنا بدي أربح. لكن لما أجي أحكي لك أنا بدي أمكن وأنمي وأخفض نسبة البطالة وأحسن التعليم، هون أنا معناته صار في عندي هون responsibility، مسؤولية بالشعار اللي أنا حامله. كوني أنا حامل الشعار هذا، فمعناته أنا مش بس هدفي التمويل، أنا هدفي التمويل والتوعية. فقبل ما بدي أمول لازم أوعي. لما تيجي تحكي لواحد، يعني الدكتور أجا حكى لك طب ما أنت ماخذ قرض، ماخذ قرض أكيد بدك تدفعي، أنا بلوم بس اللي ماخذ القرض، بس تنسوش اللي بده ياخذ قرض بعض الأحيان وبكون محتاج فلوس، بكون متعلق بشعره. فإذا بتيجي تحكي له أنا هلا بكره باخذ قرض، إذا بلاقي واحد بعطيني بدون ما يسألني أي أسئلة، باخذ اللي بدي إياه وبروح بحاول أستثمره. هذا هو الغلط من الممول نفسه. الممول لازم يعرف في البداية في أنواع من التمويل يا جماعة، إني أنا بمول وبعتمد على ما الأموال اللي أنا بدي أعطيها، وين بدها تستثمر، وما هو التدفقات النقدية اللي حتنشئها عشان تسد القرض. أو أنا بمول وما إلي دخل، في النهاية باخذ كفالتها وكفالة اللي بيعرفوه والكفالة اللي هون، وببدأ أهدد على التليفون وأسوي هذا الكلام. تمام أستاذ محمد. دكتور عبد، احكي لنا عن الحالات اللي كانت توصلكم لوزارة الأوقاف. يعني معظم الحالات هل تعاني ماليا ماديا؟ هل كان يبين عليهم أنه فعلا كانوا بدهم يشتغلوا على المشاريع الصغيرة وضاقت بهم الأحوال أو تعرضوا لخسارات معينة؟ شو اللي كنتوا تشوفوه مثلا بالوزارة؟ والله ستي، يعني احنا الحالات كثيرة جدا، بالآلاف تقريبا النساء المدينات، واحنا بهمنا الحالات الانسانيه والمبالغ البسيطه. احنا تعاملنا مباشره مع مؤسسه رسميه اللي هي وزاره العدل ومديريه الامن العام. وزاره العدل ومديريه الامن العام عندهم داتا وبيانات كامله، دائره التنفيذ القضائي ودائره السجون. طبعا هاي الاسماء تم دراستها عبر اسابيع متتاليه وحتى ساعات متاخره من الليل، لانه بالنهايه هذا مال زكاه، انا ما بقدر اتصرف فيه طبعاً الا حسب اسس معينه. فدرسنا هاي الحالات، يعني الحالات الانسانيه، الحالات المحتاجه، الحالات الفقيره. اعتقد واحد يعني وحده بتستخرج مبلغ 160 دينار ولا 200 دينار، ما ألجئت إلى هذا القرض إلا من حاجه وإلا من ضيق ألجأتها الظروف أنها بتقترض. يعني حاله من الحالات طالبة جامعة في إحدى الجامعات، وأنا أتكلم عن حالات فردية وحالات الجهات الإقراضية، مشترية لابتوب 180 دينار أو 200 دينار، فدافعة دفعة أولى والدفعات الثانية على 20 أو 15 نعم. دينار. قصرت هاي الفتاة اللي هي طالبة الجامعة، فقام الدائن أقام عليها قضية وطلبت للتنفيذ القضائي ومشان التوقيف في مراكز الإصلاح. أنا معني برضو كمان كصندوق زكاة إني أعالج هاي طالبة مقتبل عمرها، يعني أمامها المستقبل وأمامها العمر، يعني على 170 دينار ولا 180 دينار أخليها تدخل سجن؟ لا. فإحنا أخذنا بعين الاعتبار إنه الحالات الإنسانية، الحالات المحتاجة، المبالغ الكبيرة ما أخذناها نهائيا، الحالات الثانية كلياتها استبعدناها. ففي كان أسس واضحة، أسس شفافة بأخذ هاي الحالات، دراستها دراسة دقيقة، يعني ما كان الأمر عشوائي. تمام دكتور عبد. يعني دكتور صخر، في أحد يعني صناديق الإقراض عندهم مشروع يعني بيقدموا فيه طريقة الإقراض بالطريقة التالية، بتاخذ السيدة القرض وبنفس الوقت بتكون كفيلة عن سيدة أخرى. هل هذا صحيح قانونيا؟ يجوز قانونا؟ يعني لا يوجد ما يمنع. يعني اثنين بالغات راشدات بكامل قواهم العقلية، التنتين تقدموا بطلب إلى الحصول على قرض، والتنتين تقدموا بنفس الوقت أن تكون هما مدينات وكفيلات في ذات الوقت، فبالتالي لا يمنع قانونا. بس خليني أتحدث عن شيء فيما يتعلق في حال تعثر في سداد الدين، ماذا يحدث؟ ما بحكيش عن صندوق معين، بحكي بشكل عام. تعثرنا في سداد الدين، الآن يبدأ الإدارة المعنية في المؤسسة، في البنك، بالاتصال مباشرة مع العميل إنه ادفع حتى تتجنب دفع الفوائد أو الغرامات. هاي الكلام، مجرد الكلام الآن في كثير من الناس بتعتبره هذا نوع من أنواع التهديد، وأنواع إنه بلش إنه يستفزوني، بلشوا يحكوا معي بطريقة غير صحيحة. اثنين بيتم تحويل بعد ما يتم تعجز الدائرة وضمن المدة القانونية حتى يوقفوا الغرامات والفوائد حسب بتفترق بالبنوك عن المؤسسات. المؤسسات بالبنوك من 3 أشهر ل 6 أشهر بعدين يجب إغلاق الحساب ومن ثم تحويلها. في المؤسسات حسب العقد اللي المنشئ لها بعدين بحولوها لمين؟ للمحامي. القضايا اللي بتقل قيمتها عن 1000 دينار أردني، هذه القضايا أو خلينا نحكي المبالغ بتقل قيمتها عن 250 دينار. طبعا كلها بدها تروح على المحاكم، هاي أحكامها قطعية، فبالتالي بعد ما ياخذوا الحكم القطعي بينزلوا بنفذوه على دائرة التنفيذ. في هاي المرحلة هذا الحكم اكتسب القطعي. اللي فوق ال 1000 دينار لازم حضور محامي بالنسبة للأطراف الثانية. يعني هم بيرفعوا القضايا. أنا ليش قاعد بحكي؟ لأن أول شيء عم بزيد أنا رسوم القضية، بدي أدفع رسوم المحاكم، بدي أدفع رسوم الوكالات، بدي أدفع رسوم وأتعاب محاماة، وبدي أدفع فوائد قانونية. فال 250 دينار لما حالة التخلف عن الدفع هم فعليا حتى السداد التام راح يصيروا أكثر من راح يسدهم أكثر من 500 دينار. في فكرة كمان سائدة عند الناس إنه بعد ما تنزل قضية على التنفيذ إنه أنا بقدر أدفع ربع المبلغ وبدفع 10 ليرات حتى يعني أسدد، حتى لو كان 1,000,000 ليرة بدفعها ب10. طبعا هذا الحكي مش صحيح، هو بدفع 25% وبعدين بده يدفع الباقي أقساط وبده يحسب عليه فائدة قانونية 9% حتى السداد التام. ففي ناس ماخذين الأمور إنه ما بديش أحضر في المحاكم، ما بديش أتبلغ، بحلها عم بتراكم. النقطة التحفظ القانوني الوحيد ليست فقط فيما يتعلق في النساء ويتعلق في الرجال. احنا عندنا في الأردن في موجب قانون التنفيذ انه المدين اللي بيعجز عن الدفع وما يكونش عنده املاك يستطيع انه الدائن ان يطلب من دائرة، يعني بعد ما يكتسب درجة القطعية ويصير بدائرة التنفيذ، ان يطلب حبس المدين. ويجوز لمأمور التنفيذ ان يجوز انا بطلب حبس المدين اللي ما دفع، بس بتعارض مع مصادقتنا مع الاتفاقيه. ما انا بدي اصل لهون بالعهد الدولي احنا، وبالتالي بجوز انه احنا نحبس المدين على الدين واحد لمده 90 يوم في كل سنه عن كل دين. هذه النقطه هي نقطه متعلقه يعني نقطه قانونيه ومتعلقه بحقوق الانسان، ماده 22. نعم، احنا فيما يتعلق بالاردن مصادقين على الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه وهي جزء من القانون. نعم. وبالتالي انه في موجب هذه الاتفاقيه لا يجوز توقيف احد عن دين او عقد ناشئ عن عقد. فتعارضت الاتفاقيه مع القوانين، تتعارض مع الدين. فاحنا حتى في القانون هو الحبس هو حبس تهديدي وليس عقوبه، هو حبس تهديدي. يعني هذه يعني التكييف لها هو عباره عن حبس للتنفيذ، هو حبس تهديدي مأخوذ جزء منه من أحكام الشريعة الإسلامية، إنه أنت لإرغام الشخص على إنه يقوم بالدفع. تمام. طبعا هذه بتنطبق على الذكور، بتنطبق على الإناث، يعني على مبدأ المساواة. أكيد. طيب دكتور صخر، معنا اتصال مع أم مالك من عجلون. أم مالك يسعد مساك. أم مالك هلا، مسيكم بنوار النبي يا رب الجميع. الله يسلمك. أم مالك احكي لنا عن تجربتك مع الجهات اللي مولت اعطتك التمويل واخذتي القرض منهم، شو صار معاكي؟ والله انا قدمت على صندوق. تمام. وعلى سبيل يعني نعمل مشروع. وبس انه يعني معاملتهم معانا مش زي ما كنا متوقعين. شو صار معاكي؟ احكي لنا شو صار معاكي. صار معي وصلتي عندهم، طلبتي القرض، قد ايه اعطوكي؟ وصلت يعني تقدمت لهم وقدمت عندهم على قرض واعطوني قرض ووقعونا على اوراق قريت الورق؟ شو كانت وقعت؟ انا ما بقرا وبطموني عليه وبس ما وقع يعني ما بدي يعني شو حي الله وقعينا وبصمي بصمت وقعينا على هون وقعت. بصمتي على الورق وما قرأوا لك العقد؟ قالوا لي هذا عقد يعني ما فهمت معه شيء عليه بالنسبه للعقد، ما فهمت شيء. واعطوك المصاري؟ واعطوني المصاري وبس. لما قد ايه كان المبلغ ام مالك؟ المبلغ اخذت اول مره اخذنا والله ما مش فاكر بالضبط، كانوا 1000 ليره. 1000؟ 1000 اه. طيب بعدين شو عملتي فيهم ال1000؟ فتحت المشروع؟ 1000 أول مرة، ثاني مرة إيش؟ طيب أم مالك سامعتينا؟ إحنا ثلاثة كل واحد ياخذ 300. كل واحدة فيكم أخذت 300. إحنا ثلاثة أخذنا 300. طيب وبعدين دفعتي الأقساط اللي عليكي؟ الاكس بالنسبه للاكس صعد يعني ما بصبر حتى اليوم والله العظيم. رفعوا سكري اليوم وانا اترجى بيهم وقولوا لي الا ننزلها عليك قضائيه. يا بنت الناس رمضان ودنيا والناس قاعده من دون شغل، والله انه الله بيعلم بالحال، والله الخبزات بدينت تنبيع. قد ايه لك ماخذه؟ قد ايه لك ماخذه مع البنتين او السيدتين الثانيين؟ قد ايه لكم ماخذين؟ نعم قد ايه لكم ماخذين المصاري؟ لا ماخذين والله تقريبا بال 7 شهور 8 شهور. قد ايش القسط الشهري؟ قد ايه القسط الشهري كان؟ القسط الشهري هسه عم ندفع القسط الشهري 100 دينار 100 دينار عنكم انتم الثلاثه؟ علينا الثلاثه بس هم اخذوا معي يعني انطوني اياهم. طيب امالك بتعرف قد ايه عليكي فوائد؟ لا والله ما بعرف بس اخذوا فوائد يعني من راس الدور، يعني من اول شيء اخذوا قالوا بدنا نخصم الفوائد عليك، بدنا ناخذ الاول. طب راجعتي محامي؟ استشرتي حدا؟ لا والله. طيب امالك شكرا لك، شكرا جزيلا لمداخلتك ومكالمتك، شكرا جزيلا. دكتور صخر يعني حالة واضحة إنه أبداً مش واعية للي عملته، مش عارفة إيش تصرفت، بصمت، ما انقرأ لها العقد. ما معها تنتين. أنا يعني أنا بالعكس يعني هون أنا بعتبر إنه تم استغلالها. يعني أنت تتوقعي ما تم استغلالها كامرأة، لأنه هدف الجهة اللي مولت شعارهم تمكين المرأة. طب لو رحت أنا عندهم يعني نفس القصة يعني هو في تمييز بين الرجل والمرأة في هذه النقطة تحديدا؟ لا مش عم بحكي تمييز بين المرأة أو رجل، أنا عم بحكي سواء امرأة أو رجل. بس أنا قاعد أوصل يعني أمي أو أمية راحوا وبصموا. أنا بدي أوصل لك قصة في هذه، أنا بدافع ماليش مصلحة عند أي صندوق من المصاري، يعني أنا بالعكس ما عنديش ولا أي مصلحة، لكن أنا بدي أحكي على قضية اجتماعية إنه فعليا هذه المؤسسات موجودة، هذه المؤسسات بتشتغل بغطاء قانوني وبتدعو الناس إنها تقترض. اللي أنا مخالف له إنه الشروط ميسرة جدا جدا جدا، والأرقام زي ما حكى الدكتور قبل شوي، الأرقام اللي بياخذوها الناس كثيره، وبالتالي في تعثر كثير، وبالتالي انا قاعد بزيد نسبه ارهاق على المحاكم وارهاق على المؤسسه اللي مولت. مش مدرك لهذا الموضوع انه في مشكله؟ ما بعرف يعني انا الان باسهل من السهوله انه انا بدي قرض يعني من اي مكان معين، سين من الناس بروح اجيب لي موظف حكومي كفيل، اوكي هي راتب كشف راتب قديش من هون، اطلع 24 ساعة ولا أنا ماخذ 4000 5000 دينار أردني، ولا أسهل من هيك كويس. وبعدين برجع إنه شو القسط والله 150 ليرة بالشهر سهلات، بس أول شهر ثاني شهر ثالث شهر بعدين تأخرنا صاروا يخصموا على الكفيل. الكفيل موظف حكومي ما بقدرش أحبسه، بخصم من راتبه، برجع الكفيل بصير يدفع بصير يرجع. يعني هذه الإشكاليات موجودة عندنا بمجتمعنا بشكل يومي. الموضوع هي بس موضوع ضبط. تمام استاذ محمد، بس عشان احنا كمان نركز على شغله كثير مهمه، الجهات اللي احنا عم نحكي عنها هي جهات تمول النساء وشعارها تمكين المراه، أيوة. والتمكين يحمل التوعيه والتدريب. هل يعقل امراه اميه لا تقرا ولا تكتب تبصم من غير ما تعرف شو بنود العقد، وبعدين تدرى او تعرف انه في عليها اقساط مع فوائد وبيحكوا لها تفضلي على القضاء؟ هلا بتحكي قانونيا ولا من ناحيه اداريه وماليه ومسؤوليه؟ مسؤوليه يعني مسؤوليه مؤسسه. انا احكي لك من ناحيه ممول لا غلط، طبعا غلط 100%، لانه انا هون واضح اني انا عم بحفر حفره. انا مش هممي اعطيهم، انا عم بحفرهم حفره وادفعوا لي 100 كل شهر على 900 دينار شهري، ادفعوا لي 100. لا ماليا وتمويليا لا يصح. واضح اني انا مش هممني، عم خذوا ال 900. بعدين احكي لكم انا ايش اللي صاير عندهم. هي وحده حكت انا بدي اخذ قرض، الثانيه حكت جارتها قالت لها طب خلينا ندخل مع بعض. لما اجوا التنتين اللي اجوا بدهم يعطيهم قال طب جيبوا الثالثه بنعطيكم كذا، يعني صارت بيعه على بالجمله. هذا مش قرض اللي ماخذينه، هذا عباره عن هلا حسب الاوراق والدوكيومنت اللي انا معي، الوثائق اللي معي هي عباره عن تمويل جماعي وبيكفلوا بعض وبالاخر بتورطوا كلياتهم. هذا اسلوب تحصيل. في شوفوا النيه من القرض تحصيل ولا استغلال؟ ما هي بدي احكي، لا النيه من القرض انه مش تمكين، النيه من القرض اني اعطي وكيف اضغطهم كلياتهم يدفعوا. يعني هو احنا كان بامكاننا نتفادى نوصل للقانوني. كمين ولا تمكين؟ احنا بنحكي دائما كممول كممول دائما انا ما بدي اوصل للقانون. احنا بيهمنا انه ما توصل للمرحله القانونيه، هدفنا انه نحاول نحصل الفلوس، نمول صح، ننمي المشروع بغض النظر مشروع هالقد او مشروع هالقد، نفس المبدا، بس يمكن هذا دراسته اطول، هذا دراسته على السريع، متابعه هذا كثير، هذا متابعه اقصر شوي، واكره ما علينا كممول توصل عند القانون للمعلومه، لانه هون وصلت حكى لك تكاليف فتره طويله، فوائد على فوائد. هون احنا وصلنا مرحله بطلنا انه بطلت دراسه ائتمانيه، صارت قانون. اذا هالمؤسسات عليها علامات استفهام وعلامات تعجب، بحاجه الى اعاده مراجعه. هلا برجع احكيك، بنحكي بسؤال كثير مهم دكتور عبد. يعني هلا انتم بتتوقعوا انه لسه في غارمات لكن خارج اسوار مراكز الاصلاح والتاهيل ويتم ملاحقتهم، وممكن يعني مراكز الاصلاح تستقبل المزيد من الغارمات، وممكن انه لهيك انتم رصدتوا نص مليون مثلا لانه تبعات مختلفه وموضوع الملاحقات الماليه للسيدات. يعني بس قبل الجواب على السؤال تعقيب على الحديث السابق، يعني المسلم كيس فطن برضه كمان، يعني بجوز التقرير اللي قبل شويه نشرته المحطه عن هاي الختياره العجوز اللي وقعت بدون لا تدري، يعني برضه هذا هاي مالك، يعني بسورة المداينة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وربنا سبحانه وتعالى جعل اللي هو المدين الذي لا يملل حتى الدائن لا يستغل المدين، فإن كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن فليملل وليه بالعدل. يعني الأصل يعني أنه يكون مواطننا واعي، والمرأة بالنهاية أقول أن لا نجعلها مطية، بغض النظر شو كانت الظروف، أن لا نجعل المرأة مهما كانت الظروف مطية. أما بالنسبة للإجابة على سؤالك، هناك الكثير والمزيد ما زال بالمدينات والغارمات. يعني احنا أخذنا 157 أسرة، وأقول لما 157 أسرة ما أفرجنا عن 157 أسرة، أضربي بثلاث، لأنه كل أسرة كفلاتها ثنتين، مشبوكات فيها ثنتين مكفولات، فإحنا لما أفرجنا ورفعنا القيود ورفعنا هذا عن 500 تقريبا، عن 500 حالة أو 500 أسرة. والآن احنا شغالين على دفعة ثانية، فما زال هناك قضايا وحالات إنسانية برضو كمان موجودة، ومبالغ بسيطة برضو كمان من المدينات اللي وقع عن بديش أقول ضحايا ولا ألجأتهم الظروف، خلينا نقول يعني ظروف اقتصادية. طيب نسأل بطريقة ثانية، مش ممكن سيدات إنه بقول لك أوكي باخذ أنا الأقساط والقروض لو ترتبت علي أو تراكمت مع فوائد، في مين محسن يدفع عني؟ لا، ما هو برضه إحنا يعني في أسس عندنا، وفي عندنا داتا، في عندنا بيانات. الحالات المتكررة ما إلنا علاقة فيها، إلنا بالحالات السابقة اللي مضى عليها زمن برضه كمان. أما واحد بده يروح الآن يخترض، وهذا ما احنا مش معنيين، المكرر ما بتساعدوهم، مش معنيين فيه الآن. وهذا اللي ما بده يسدد برضه كمان بده يعملها ديدن، وما بده يسدد برضه كمان هو بيدبر حاله. تمام يعني دكتور عبد، نعم، نطاق ضيق برضه كمان إذا بدنا نعالج هذا الأمر اللي هو المدينات والغارمات. تمام دكتور عبد. دكتور صخر، يعني مش من المفترض يكون في جهات رقابية تتابع من باب المساءلة، من باب إنه يتابعوا كيف شغلهم، ليش عم بيصير معهم هيك السيدات؟ برأيك من المسؤول؟ مين مسؤول عن التعثر؟ عن كل الإشكالية، عملية متكاملة فيها إشكاليات كبيرة من المؤسسة اللي عم بتقدم. من المسؤول؟ اليوم راح أكون شوية المسؤول عن التعثر السيدة اللي أخذت القرض، السيدة اللي هي المسؤولة. يعني على أساس أكون يعني اثنين، الظروف التي أجرت بغض النظر عن الوعي، درجة التعليم، مكانتها يعني العلمية، هي المسؤولة. اثنين، أول شيء السيدة اللي أخذت القرض، السيدة اللي جابت الكفيلة، السيدة اللي كفلتها، هي مسؤولية قانونية، يعني هي مسؤولة. اثنين، المسؤولية الثانية على المؤسسة فيما يتعلق إذا كان القرض مربوط بمشروع تمكين، بمشروع استثماري، لابد من تكون دراسة جدوى اقتصادية، لابد من التأكد من دور المؤسسة أن تتأكد من أن هناك مشروع حقيقي قائم من شأنه أن يدر على الربح. لكن في أنا بعرف حالات، مش حالات اللي بروح عند تاجر بشتري له مثلا، بقول له بدي اسمنت وحديد ومش عارف ايش على الورق، برجع بقول اشترينا، بياخذ القرض بسوي بخسر من هون 10. القرض بيكون فائدته مثلا 6% والتاجر ربح منه 10% بالطريقه. طبعا التاجر يعني فائده كان، صار هو ماخذ قبل يعني قبل ما يبلش صار رايح 20% من المبلغ. يعطيك العافيه، كلام صح. وبعدين بياخذوهم بروح بده يشتري سياره، يعني يمكن انا يمكن فيها بروح يشتري سياره ولا بده يشتري يعني شيء بسيط. طب دكتور صخر، خلينا نشوف آراء الفيسبوك والاتجاهات الناس حول موضوع الغارمات. أستاذ محمد، برأيك مين المسؤول على اللي بصير مع الغارمات؟ بعشر ثواني كمان. الطرفين، بس في توازن في جهة أكثر من جهة. أنا دائما بحكي الممول كمان لازم عليه الوزن الأكثر، لأنه هو اللي بحفر، هو اللي بعطيه. تمام أستاذ محمد. دكتور عبد، مين المسؤول عن ما يحدث مع الغارمات؟ والله أنا بقول دائما المسلم كيس فطن، الأصل يكون واعي المسلم بالنهاية، لأنه هو يعني ما دام عاقل بالغ راشد وصل لمرحلة، الأصل يعني هو صاحب الاختصاص. يعني عم نحكي عن وعي، عم نحكي عن تدريب، عن دراسات جدوى، عن دراسات حالة، عم نحكي عن ضمانات عند كلا الطرفين حتى ما يكون هناك يعني غبن ما بين الأطراف المعادلة، وحتى ما نوصل للقضاء ولا نشوف سيدات نشميات أردنيات وفي منهم حوامل في مراكز الإصلاح والتأهيل. لهون بدي أشكر، لهون بدنا نشكر. انتهى وقت الحلقة. دكتور عبيد، معك 10 ثواني، تفضل. احنا فتحنا حساب بالبنك الإسلامي لحساب الغارمين حتى نعالج يعني مثل هاي القضايا، الحالات الإنسانية، رجالا ونساء، واحنا بشهر رمضان يعني إخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم على حساب البنك الإسلامي، حساب الغارمين. شكرا دكتور عبد السميرات. والحامل لا يجوز حبسها على اليدين، لكن في حوامل كانوا موجودين للأسف. بدي أشكر الدكتور عبد السميرات مدير صندوق الزكاة، شكرا لك. بدي أشكر الأستاذ محمد كيالي استشاري مالي وإداري، شكرا لك. وأشكر المحامي الرائع دكتور صخر الخصاونة، شكرا لكم جميعا. إلى هنا مشاهدينا بنوصل لنهاية حلقتنا. مني عبيدة عبده ومن أسرة العمل أجمل أمنيات، في أمان الله.